السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير يا كل اللي معانا، صباح الخير على فريق العمل، صباح الخير يا أستاذ أحمد، صباح الخير على كل حبايبنا اللي قاعدين دلوقتي قدام الشاشة عشان يشوفوا هنعمل ايه النهاردة وهنقدم ايه مع بعض. قبل ما ندخل في حلقتنا النهاردة عايز اشكركم على كل الدعوات الحلوة وكل الكلام اللي كتبتوه سواء على صفحة قناة النهار او على صفحتي الشيف هالة فهمي بالعربي، على صينية البطاطس بتاعت امبارح والتطبيقات الجبارة الله أكبر عليها، كل التطبيقات الحلوة اللي بعتوها امبارح، عملتوها باللحمة وعملتوها بالفراخ ما شاء الله زي العسل، كنت شم ريحتها وأنا بشوف التطبيقات بتاعتكم. ألف هنا وشفا لكل حبيبكم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض معجنات، بقالنا كتير ما عملناش معجنات، هنعمل السينابون. السينابون دلوقتي أسعاره واو واو، حاجة كده مسافرة يعني أنا مش عايزة أقول لكم إن في مكان معين بيبيع القطعة اللي احنا عاملينها دي دلوقتي ب 180 جنيه، ليه؟ أنا مش عارفة. الصوص عملناه اقتصادي على قد ما قدرنا، الأصل فيه الجبنة الكريمي، العجينة بتاعتنا ما خدتش شغل خالص، أهم ما فيها بديل محسن للخبز اللي اخترعناه مع بعض وبندخله في كل العجاين، طلع لك العجينة طرية وهشة، بس العجينة دي محتاجة زبدة، ولا هشترط عليكي أي نوع زبدة، أي نوع موجود في السوق اعملي دي العجينة، القوالب بتاعت الشركات زي العسل، كل الزبدة اللي موجودة تمام مفيش فيها مشكلة، تقضي الغرض وتديكي نتيجة فوق الممتازة إن شاء الله. يعني الزبدة ما عندناش فيها مشكلة، الأساس بتاع السينابون الناجح معانا طبعا القرفة دي البطل الأساسي، لكن الزبدة كمان مهمة جدا جدا وبديل محسن الخبز، واشتغلي فيه وانت مغمضة يطلع لك سينابون هش وطري وقطني جدا جدا رائع بمعنى الكلمة، هتبقي أستاذة في السينابون إن شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا هنبتدي بمقادير العجينة، شغلها لكم على كيلو دقيق، هيرمي لكم شوية حلوين كده هتندهشوا بيهم. يعني كيلو دقيق، 2 بيضة، نص كوباية سكر، فانيليا وملح، ونص كوباية لبن بودر لو مش موجود مفيش مشكلة، معلقتين كبار خميرة، ونص كوباية زبدة. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقولك تبدليها لو ما عندكيش لبن بودر هتعجني بلبن عادي مش مية، أنا هعجن بمية دافية علشان أنا حاطة لبن بودر، ما عندكيش اعملي نفس المقادير بس اعجني بلبن بدل اللبن البودر، والزبدة زي ما اتفقنا أي نوع زبدة هيقضي الغرض. ده بالنسبة للعجينة بتاعتنا، نقولها كمان، كيلو دقيق، معلقتين كبار خميرة، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن بودر، ونص كوباية كوباية زبدة، وبعد كده هيبقى حوالي كوباية وربع مية، يزيدوا حاجة بسيطة يقلوا حاجة بسيطة، لكن الستاندرد بتاعنا في العجينة كوباية وربع مية دافية. حطي الأول كوباية وخلي الربع كده يا يا لا، يا ياخد الربع يا ماخدوش، ماشي؟ بعد كده بديل محسن الخبز اللي هيظبط لنا العجينة بتاعتنا، معلقة كبيرة بيكنج بودر، معلقة كبيرة دقيق، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار خل، وهنعملهم على بعض دلوقتي ونحطهم في العجينة أثناء ما هي بتتعجن. الحشوة بتاعت السينابون اللي متعودين عليها زبدة وسكر وقرفة، ودايما السكر بيبقى ضعف القرفة زي ما احنا متعودين، يعني انا عندي هنا في المقادير كوباية سكر هتبقى عليها نص كوباية قرفة، الزبدة مش شرط نص كوباية زي موجودة، ممكن معلقتين زبدة بس مفيش مشكلة خالص. ده كده بالنسبة للحشوة بتاعت السينابون. الصوص بتاعنا بقى لما نجيله ونيجي نعمله هنعرف مقاديره، عشان بس دلوقتي ما نتلخبطش، عايزين مقادير الصوص بالمرة، عايزين تنزلوها، يلا بينا يلا بينا. مقادير الصوص بتاعنا هنستعمل الأصل بتاعه الجبنة الكريمي، جبنة الكوبيات أو المربعات طبعا المتغلفة اللي انتوا عارفينها، المهم ان ما تبقاش بأي أطعمة خالص، ولا بالقشطة ولا بالشيدر ولا ملح ولا أي حاجة، ولا حتى اللي بالقشطة، لأن كل دي بيبقى فيها نسبة ملح، احنا بنجيب السادة اللي من غير أي أطعمة خالص. جبنا الكوبايات، هنجيب كوباية وعليها سكر بودرة ومعلقة زبدة، هي دي مقادير الصوص، تضربيهم كلهم مع بعض، ولو لقيتيه تقيل قوي بزود شوية لبن سنة سنة وانا بضرب يديني قوام كريمي حلو، خلاص بقى أحلى صوص سينابون تاكلوه زي العسل، أحلى من بره مليون مرة، وهتجربوا هتشوفوا إن شاء الله. أول حاجة هنعملها هبتدي بالعجينة، هحط المقادير بتاعتي كلها على بعضها، بسم الله. نجيب بس كده ايه سباتولا، يلا بينا. كيلو دقيق هحطه في العجان او حتى لو هعجن على ايديا نفس الطريقه، ادي كيلو الدقيق، وبعدين
معلقتين كبار خميرة عليه، وكمان ونص كوباية سكر، ونص كوباية لبن بودر لو موجود عندك، بس لو موجود بجد بيدي نتيجة حلوة جدا يعني. وبعد كده ذرة ملح صغيرة، وفانيليا عشان العجينة فيها 2 بيضة، شوية فانيليا كده طعمين حلوين كده يملوا العين. يبقى أنا كده حطيت دلوقتي كل المقادير الجافة، كيلو دقيق، معلقتين كبار خميرة مليانين، نص كوباية سكر، نص كوباية حليب بودر، ذرة ملح، ونص معلقة صغيرة فانيليا، متفقين؟ وبعد كده هشغل على سرعة هادية وانزل بال2 بيضة، وانزل بعد كده بالزبدة. بسم الله يلا بينا. الخطاف طبعا بتاع العجائن التقيلة، على سرعة هادية دخلي كل مقاديرك في بعضها. بسم الله. عملنا ايه يا جماعه؟ وانا بخلط كل المقادير الجافه على بعضها، نزلت بال2 بيضه على كيلو الدقيق، ونزلت كمان بكوبايه الزبده سايحه او طريه، يعني مش بدرجه حراره المطبخ، الجو ساقعه دلوقتي فهتقفش، هتقفش معاكي في الدقيق لو حطيتيها ساقعه. بدفيها بس سيكه كده، حاجه بسيطه تفك كده، واروح حطاها على المقادير بتاعتنا. قبل ما اكمل خلط بقى، هشتغل دلوقتي في بديل محسن الخبز، وهقول لكم مقاديره تاني واحنا شغالين. شوفي يا ستي، معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره دقيق، ماشي، ومعلقه كبيره سكر. كده هم يا استاذ احمد ايه 3 حاجات مع بعضيهم، معلقه كبيره دقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، ماشي. وبعدين هروح حط عليهم 2 معلقة كبار خل، هدوب كل ده في بعضه واعمل فوم كده، اعمل فوران حلو، هو ده محسن الخبز الطبيعي اللي في منتهى الجمال. بسم الله. ادي معلقه، وادي الثانيه، ولو زاد شويه زي ما نزل مني شويه، مثلا حوالي ربع معلقه كده ولا اي حاجه. شايفين؟ شايف يا استاذ احمد؟ ده ادي الفوران بتاعنا، وادي الفوم اللي بقول لكم عليه، الدقيق اختفى، السكر اختفى، بيكنج باودر تفاعل مع الخل واداني الفوم الجميل ده، ولا ريحة الخل بتبان ولا طعم ولا اي حاجة خالص، هو كده زي العسل. هاخد بقى بديل محسن الخبز بتاعنا ده بالشكل ده على العجينة على طول كده. يبقى كده فاضل عندي ايه في المقادير؟ فاضل عندي اخر حاجة، المية. دي بقى اللي هنلم بيها العجينة في الاخر خالص. فانا هعاير، عايزة بس ابعد دول كده، عاير الميه زي ما اتفقنا، كوبايه وربع، واشوف تحتاج ربع تاني ولا اكتفت بالكوبايه وربع. بس في الوقت ده لازم اخلط كل المقادير على مش عايزه اقول حراره هاديه، اسمها ايه؟ على سرعه، على سرعه هاديه، اقول لكم على درجه حراره هاديه كده. انزل الدقيق، ودلوقتي نجيب بقى الميه ونعاير. ميه دافيه، ميه دافيه، كوبايه وربع. بسم الله. ادي كوبايه اهي، ماشي، ادي كوبايه اهي. طب دقيقه واحده، ماشي، دقيقه واحده، وانزل بيها كده بالراحه، وعلي السرعه. حطيت الميه، علي السرعه بقى، اللي هي عجن عجن بقى، وهنزود ربع كمان.
زلزال، كان عندنا زلزال. بص العجينة بتلم على نفسها بس طريه وبتسيب ازاي اهي. حاضر، استنى بقى اوري لك الحركه دي تاني. طريه وهشه جدا، هي بتحتاج عجن شويه علشان الزبده بتخلي فيها كده شويه حبيبات كده في الدقيق، فالعجن الكتير بينعم لي كل ده. خدت الميه بالظبط اللي اتفقنا عليها، خدت كل المقادير بتاعتنا بالظبط. بسم الله. عايزين بقى نشيل كل ده عشان زي ما احنا متفقين كلمه ايه، نخدم على العجينه، يعني مهما عجناها في العجان لازم نديها بايدينا كده عجنه حلوه قوي نظبطها. نشيل كل ده واعذروني بس حلقات العجاين ما بناخدش تليفونات كتير علشان ايه، نظبط العجينه ونظبط المقادير مع بعض علشان تطلعوا بعد كده من الحلقه ان شاء الله العجينه دي زي العسل. بص يا استاذ احمد ايه اللي حصل. بص بقى العجينه ايه اللي حاصل فيها. عجينه طريه خالص، ناعمه جدا، بص ولما على نفسها ومنضفه لي الدورق بتاع العجان، محققه المعادله الصعبه. طريه فيها مطه ومنضفه لي الدورق جدا اهو، مفيش ولا بواقي دقيق ولا اي حاجه خالص، والعجينه لما على بعضها. لما يحصل معاكي كده تعرفي ان عجينتك مقاديرها 100 100، الخطوات بتاعتك مليون المية. لما اجي اخدم عليها انا بقى بايدي ايه اللي بيحصل؟ بتنعم اكتر، السطح بتاعها عمال ينعم معايا وتلم على نفسها اكتر واكتر ما شاء الله عليها، ومش سايبه اي حاجات على الرخامه عندك وانت بتعجني ولا اي حاجه. لمي بقى كده، بصوا مش مستحمله ايدي، هتنزل من ايدي بتمط من كتر الطراوه بتاعتها والنعوميه بتاعتها بالشكل ده. هجيب بقى على طول بوله او اي طبق عندك، ويفضل يكون خشب خشب او ازاز، واروح واخده العجينه كده عاملاها كده بالشكل ده زي القرص الحلو اللي زي العسل ده كده، واروح حطاها في البوله ومغطياها واسيبها ساعه تخمر، تزيد بقى والهواء يدخل جواها كميه الخميره، المعلقتين الكبار اللي محطوطين كميه لا باس بيها، يعني كميه محترمه. بصوا شايفين الحركه دي اللي بتبين لي هشاشه وطريان العجينه وهي لسه حتى ما خمرتش. انت لو اشتغلتي بيها كده دلوقتي وفرتيها هتفرد معاكي وهتشتغل معاكي زي الفل، بس انا بفضل ان احنا نسيبها ساعه عشان الهواء يدخل جواها اكتر واكتر وتنعم وتبقى هشه معايا اكتر واكتر، فدي لازم نغطيها ونسيبها ساعه. طيب بعد الساعه بقى الخمرانه هنعمل بيها ايه؟ هجيب كده العجينه الخمرانه، وهجيب معايا، عايزين نوسع كده، وهجيب بول الدقيق والحشوات دي هنركنها دلوقتي هنجيلها حالا. بصي بقى يا ستي، بسم الله، ده كده ايه بعد ساعة. عارفين في الصيف، في الصيف سيبيها نص ساعة ربع ساعة بس، لكن احنا عشان الجو ساعة خليها ساعة. هجيب بقى الدقيق واروح حاطة كده على الكاونتر قدامك على او على رخامة في المطبخ، نبعد ده كده سنة كده، ولازم دقيق لان العجينة طرية جدا بالشكل ده ماشي. وبعدين بسم الله هروح كده ايه مسلكاها كده من الحروف كده من غير ما اطلع الهواء الحلو. الظهر هو اللي لفوق، بص انا قلبت العجينه خليت الوش الناعم هو اللي تحت على الدقيق، وده الظهر السره اللي انا كنت لماه هي السره اللي بتبقى لفوق. وبايديا كده هظبطها، شايفين ناعمه خالص ازاي ما شاء الله عليها، يعني عسل. وبعدين هنجيب النشابه وشوية دقيق على النشابة فوق العجينة كده عشان ما تعضش معانا، وهفردها مستطيل على قد ما اقدر. بسم الله كده ماشي، افرد 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 بالشكل ده. وبعدين هروح جايباها كده، شايفين العجينة قد ايه طرية جدا هشة جدا، بديل محسن الخبز بتاعنا قايم بالواجب وزياده، مش محتاجه اي حاجه كده. بخليها حوالي نص سنتي، يعني لا رفيعه رقيقه قوي ولا تخينه، اهم حاجه عندك حاولي على قد ما تقدري تظبطي المستطيل بتاعك عشان لما تيجي تلفيها رول بعد كده تتلف معاكي بمنتهى السهوله. شايفين ازاي اهو
ادي المستطيل بتاعنا. ماشي كده يا استاذ احمد؟ ماشيين واحده واحده. هتروح تعمله في البيت ان شاء الله؟ ان شاء الله. كده اهو. ايه قول لي؟ بصوا كده، فردتها بالسم كده زي ما قلت لكم، لا تخينه ولا رفيعه. بصوا بتمشي مع ايديا ازاي، شايفين حلاوه العجينه ومقاديرها الجميله. بعد كده هجيب الحشوه بتاعتي زي ما اتفقنا. الحشوه عباره عن كوبايه سكر، نص كوبايه قرفه، ادي نص، ادي كوبايه سكر، نص كوبايه قرفه، ماشي. ونقلبهم ببعض كويس قوي، وبعد كده احط زبده طريه. ادي الحشوه بتاعه السينابون. احنا النهارده بنعمل السينابون الاصلي اللي هو يعني على ابوه، يعني ده بتاع المحلات بالظبط، بس احنا بقى حاطين فيه التكات الحلوه بتاعتنا اللي تخليه احلى كمان من بتاع المحلات. ادي كده الحشوه جهزت معايا. عايزين تقللوا القرفه عن كده، عايزين تكتروها، بس ده المعيار المظبوط. كوبايه السكر عليها نص كوبايه قرفه، وبعد كده زبده طريه بالشكل ده بايدك، ولا بمعلقه ولا بفرشه، بصوابعك تاخدي الزبده الطريه كده وتدهنيها على العجينه، عشان صوابعك هتبقى حنينه على العجينه، لان العجينه طريه جدا. عملتيها بالفرشه ممكن تقطع معاكي، عملتيها بالمعلقه تقطع معاكي. شفتوا بقى طريان العجينه حلو لدرجه ايه؟ اهو هذا بهذا الشكل كده في كل حته اهي. وخدي كمان الحروف الحلوه دي كده بالشكل ده كده. بصوا خدت مني معلقتين، معلقتين زبده مش اكتر من كده، ماشي. وبعدين هروح واخده الحشوه السكر والقرفه ومنزلاهم في كل حته كده. بصوا الطريقه بقى كانك بترشي بالشكل ده، وزعي كده في كل حته كده، وحطي كتير، لان بعد ما العجينه بتتلف عليه كل الحشو ده ما بيبانش. لو حطيتي قليل مش هيبان لك في العجين خالص. شايفين ازاي؟ رشي رشي كده في كل حته بالشكل ده، وخصوصا الحرف اللي قدامك اللي هتبتدي تلفي منه عشان الحشوه تبقى جواه، ما يبقاش قطعه السينابون بتاعتك ملفوفه قلبها عجين، قلبها ما فيهوش حشوه. ظبطوا كده يا جدعان، وزودوا الحشوه زي ما انتوا عايزين عشان تطلع معاكي مظبوطه وتحلفي بيها، تبقي كده استاذه في العيله كده في السينابون. يطلب منك بقى في المناسبات بالاسم، او الولاد بقى لما يقولوا بقى ده ماما بتعمل سينابون احلى من المكان كذا، دي بالدنيا. ماشي كده. اسفه جدا جدا على التليفونات، لو عايزيننا ناخد تليفونات يا استاذ احمد ماشي، ما عنديش مشكله. احنا خلصنا اهم حته. بعد كده بصوا بقى بايديكي، ولازم تثبتي الحشوه اللي عملتيها بالزبده عشان تلزق في العجين، عشان ما تجيش وانت بتلف العجينه تلاقي الحشوه بتجري منك قدامك. لازم تثبت كده اهو. شايفين ازاي كل الحتت اللي عرقت معايا دي اللي هي الزبده ابتدت تمسك في الحشوه اهي كده. خلاص كده اطمأن قلبي لكل الخطوات المهمه. هنيجي بقى دلوقتي لمرحله اللف، نشيل كل الحاجات الجميله دي، شكرا ليها تعبناها معانا، ونغير الجوانتيات بتاعتنا ونلف العجينه. لفها سهل جدا جدا يا جماعه، مفيهوش اي مشكله خالص، بس هو لازم نمشي على الخطوات مظبوط. بمعنى في ناس بعد ما بتعمل السينابون وهي بتخمر في الصاج تفك من بعضها، وفي ناس البوز يقبل فوق قوي قوي يبقى شكلها غريب، مش ده شكل السينابون. كل ده في اساسه اللفه دي. تعالوا بقى هنا بصوابعك دول كده بسم الله، وتروحي مسلكه الاول الحروف على بره كده اهي بالصباعين دول، وبعدين ابتدي الف الاول، اخلي اللفه رقيقه قوي وما فيهاش هوا. شايفين ازاي؟ كانك بتضفري كده بالشكل ده كده. خلاص انا كده اطمنت هنا مفيش هوا، واروح واخداها بقى ابتدي اخدها كده على جوه كده، وصوابعك دي بتقرص عليها عشان ما يبقاش فيه فراغات. وبعد كده ابتدي بقى ايه، خلاص انا كده اطمنت، اخد كده واحده واحده بصوابعك كده، واطمن برضو ان مفيش هوا كده يا استاذ احمد.
استاذه عزيزه اهلا وسهلا. يا استاذه عزيزه ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يسلمك، كويسه؟ الحمد لله، صباحك زي العسل. الحمد لله. الحمد لله. عايز اسالك على البسبوسه، بتضحك بتتصف مني. البسبوسه ايه اللي بيجرى لها؟ انا وطي التلفزيون شويه. بتتفتفت مني. ناشفة يعني، بتطلع ناشفة. لا هي بتطلع طاغية بس بتتفتفت. يعني ايه بتتفتت؟ يعني ما بتبقاش ماسكة كده. ما بتبقاش ماسكة في بعضها. اه. طيب بصي بقى يا ستي، انت كده بتحطي فيها بيكنج باودر صح؟ اه. لا ما تحطيش بيكنج باودر يا جماعة، وفي ناس كتير بتتفاجئ بكده، البسبوسة ما تحطلهاش بيكنج باودر، بسبوسة الحلواني الأصلية اللي في المحلات، شكرا حبيبتي. ما بيتحطش جواها بيكنج باودر يا جماعه. تمام؟ ماشي. اعمليها من غير بيكنج باودر. طيب وفي سؤال ثاني يا شيخ. قولي لي يا قمر، قولي لي انا معاك. طيب المكرونه اللي انت عملتيها وحطيتي فيها بيض في البشاميل طلعت حلوه خالص، انا عملتها. ما شاء الله، الف هنا وشفا. انا عملتها بالطريقه بتاعتك. سلم ايديكي وسلم عينيكي يا حبيبتي. الله يسلمك. واعملي البسبوسه من غير بيكنج باودر واتصلي بيا. يعني اعملها من غير بيكنج باودر خالص. من غير بيكنج باودر. شكرا ليك يا حبيبتي. شكرا، شرفتيني. بصوا بقى كده يا جماعه، خلاص انا لفيت العجينه اهو. ماشي، تعالي بقى هنا، لازم تضغطي كده كده عشان يدي سماكه لقطعه السينابون لما تيجي تقطعيها بالشكل ده. يعني هنا بصوا مفرغه شويه، لما بقعد اظبطها كده واعملها كده تبتدي تاخد قوام، والحرف التاني نفس الحكايه كده، وبعدين الاتنين مع بعض عاملاهم كده ومظبطاها زي العسل. وتعالوا بقى لو عندك خيط اسمه خيط سناره ممكن تقطعي بيه، ده بيبقى افضل. ما عندكيش، وطبعا اغلبيه بيوتنا ما فيهاش خيط السناره، فهنقطعها بالسكينه العاديه. هشيل الاول حته البوز. ماشي كده، شكرا ليها. وبعد كده تعالي ثلاث صوابع. بصي يا استاذ احمد، حطي ثلاث صوابع، حطي السكينه، انزلي ثلاث صوابع، انزلي اهو كل ثلاث صوابع كده، يا اما تقطعي اول حته على الثلاث صوابع وبعدين تاخدي الحته نفسها تقيسي بيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اخد اول حته هي قطعتها اروح حاطه كده وقيس عليها، بس انا بفضل الثلاث صوابع احسن كده اهي. خلي بالك من صوابعك عشان ده السينابون اللي هتاكلوا صوابعكم وراه ان شاء الله. بس يا ستي، صاجه بقى يا اما ممسوحه زيت او فيها ورقه زبده، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. ادي اول قطعه معايا بالشكل ده. الحركه دي لو ما اتعملتش شكل السينابون هيبوظ منك، اللي هي ايه، بمسك الحرف كده، شايفين ازاي اهي، ادي الحرف. يلا انا معاك يا استاذ احمد، الحرف اهو، واروح واخداه كده تحتيها عاملاه قاعده كده تقعد عليها، تقعد على الحرف، بقت عامله كده اهي. ماشي، وتعالوا نحطها في الصينيه بتاعتنا، وتاني نعمل تاني نفس الحكايه، ادي الحرف تحت قطعه السينابون بالشكل ده كده، ولسه هنظبطها دلوقتي في الصينيه. اريج اهلا وسهلا يا اريج، اهلا بيكي. بصوا لازم حرف العجينه يبقى هو تحت القاعدة بتاعة العجينة بالشكل ده اهي. ماشي، ونعملها كده وهنظبطها بعد كده في الصينية. تاني تاني يا قريش، صباح الخير. صباح النور. صباح الفل يا قريش، ازاي؟ وحشتيني جدا جدا. عاملة ايه يا قمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عاملة ايه؟ الحمد لله، الحمد لله. بعمل لك سينابون يا قريش، ايه رأيك؟ دي احلى حاجة من ايدك، وكل حاجة حضرتك ما شاء الله جميلة ربنا جدا. ربنا يخليكي. ولا شمي ريحته بقى وهو بيستوي يا قريش بالقرفة. بصي يعني كفاية اصلا صوت حضرتك وانت بتعمليه والله. ربنا يخليكي يا قمر، تعيش يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وحشتيني جدا يا سيف هالة، وكان لازم اصبح عليكي النهاردة. صباح الفل عليكي، واتمنى انك تكلميني على طول يا قريش. اشكرك حبيبة قلبي، اشكرك. اهو بصوا كل قطعة باخد الحرف كده من تحت بالشكل ده. تاني بص ازاي يا استاذ احمد، اهو احنا ايه خلصنا اهو. اه ده احنا لسه ما عملناش الصوص بتاعه صح. طيب يعني ايه، مفيش وقت؟ مفيش وقت، عايزين نعمل الصوص بسرعة ممكن. طيب بصوا بقى يا جماعه، تظبيطه بقى في الصينيه ده مهم جدا اهو بالشكل ده.
تحطي السينابون وتدوسي عليه كده بصوابعك وتدوريه كده، وتعالي هنا عند البوز ده عشان ما يقبش منك في السوى، تضغطي عليه كده بالشكل ده اهو كده، والبوز ده ينزل لتحت شويه كده كده هيعلى، بس عشان ما يعلاش عن الباقي. شايفين ازاي كده اهو احلى سينابون، وتسيبيه في الصينيه حوالي 10 دقائق ربع ساعه كمان يخمر على الشكل بتاعه ده. وهوريكم دلوقتي المستوي عامل ازاي. زي ما بقول لكم بصوا البوز كده، تدوسوا عليه كده سنه لجوه، ده شكل الني، وادي المستوي اللي كنت هعمل لكم الصوص دلوقتي. مفيش دقيقه واحده، مفيش دقيقه للاسف. طيب الصوص بتاعنا يا جماعه سهل جدا، عباره زي ما قلت لكم الجبنه الكريمي بضربها مع السكر البودر ومعلقه زبده طريه، وبخف باللبن بحط كده معلقه بمعلقه وانا بضرب لغايه ما يديني قوام كريمي تقيل، واخد من الصوص واروح حط عليه. طب مفيش صوص من بتاع الصبح يا جماعه باقي معانا، خلصناه كله. ده شكل المستوي اهو. لاحظ حاجه بقى يا استاذ احمد، البوز مقبش زي ما احنا ساعات بنشتكي من كده، البوز بتاعها مقبش عشان انا ضغط عليها وهي لسه نيه. وادي القطعه بتاعتنا شوفوا عامله ازاي، زي العسل. تيجي نفتح واحده كده يا استاذ احمد، وبصوا ما فتحتش ازاي، شايفين شكلها قبل ما يتحط عليها الصوص ولا اي حاجه اهي، لا قدر الله لا شققت ولا جرى لها اي حاجه. تعالوا نفتحها، بصوا العجينه عامله ازاي، شايفين الطراوه بتاعتها اهي، هشه جدا جدا، طريه جدا جدا، ما تتخيلوش قد ايه. الحشوه بتاعتها ممتازه من جوه بالشكل ده، وادي العجينه زي العسل. الف هنا وشفا ليكم جميعا. الصوص سهل جدا يا جماعه، لو عندك كريمه خفق انت ممكن تضربي كريمه خفق وتحطيها، تدي طعم حلو قوي. تحطيها مع جبنه، الجبنه الكريمي مع السكر البودره وشويه لبن، هو ده الاساس بتاعنا. وبعد كده حطوا بقى صوص كراميل، صوص شوكولاته، شويه مكسرات، زي ما يعجبكم. الف هنا وشفا ليكم جميعا. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. بعد ما عملنا السينابون بتاعنا الجبار بجد، حاجه كده يعني من الاخر، كفايه ريحته اصلا وهو بيستوي بتبقى جايبه اخر الدنيا. وصلنا بقى دلوقتي للفقره الطبيه، ومعانا حبيبتي مريم. نص ايه ونص ايه؟ نص مصري والنص الثاني الاماراتي. حبيبه قلبي ازيك يا شيف، عامله ايه؟ وحشتيني والله. ربنا يخليكي يا قمر، تعيشي. جايه على السينابون النهارده اهو، صراحه حلو جدا والله. تسلم ايديكي. ربنا يخليكي يا رب. طبعا صباح الخير طبعا على كل المشاهدين، وان شاء الله يا رب تستفيدوا من كل نصايحنا اليوم ان شاء الله. واحنا بقى قاعدين النهارده كده وقدامنا السينابون وعمالين نتفرج عليه كده، وطبعا هنديها. طب احنا وانا اصلا عايزه اكل دلوقتي، انا خلاص قلت لك الشكل دي بتاعتي. انت حاجزاها من قبل الحلقه. اكيد. قولي لي الاول بقى موضوعنا ايه النهارده، هنتكلم عن ايه؟ احنا النهارده عايزين نتكلم عن مشكله ثبات الوزن. فعلا المشكله دي بتواجه صغار وكبار، سيدات ورجال، بس المشكله دي احنا عايزين نعرف ايه اسبابها وهنعالجها ازاي بكرسي النهارده اللي انا هتكلم عنه. طبعا انا اليوم، لا استني قبل ما نتكلم بقى بنكمل موضوعنا وكده، خلينا في الاول كده نقول العروض الحلوه معانا النهارده وبعدين نكمل موضوعنا. اوكي.
انا اليوم معايا كذا عرض الصراحه. انا الحقيقه حبيت ان انا اجي لكم بكذا عرض عشان يناسب كل الطبقات وكل الاعمار. اول عرض معانا اللي هو العرض السنجل العادي اللي هو كبسولات ونقط واعشاب، زائد عليهم خصم 50% ومصاريف الشحن مجانا، اللي هو الكرسي الفردي اللي دايما بنتكلم عنه. الكرسي العرض الثاني ده حلو قوي، ان هو عرض الدبل كرسي وعليه كرسي، بيكفيك لمده شهرين وبتخسري وزن من عليه من 10 مثلا لمثلا 25 كيلو، لان هو دبل، لان الفردي بيخسسنا من 10 ل 18 كيلو، ده بقى بيخسسنا الدبل. الفرق ما بينه وما بين الكرسي الفردي ان ده مثلا بيكفيك لمده شهرين، يعني لو انا مثلا عندي مناسبه او عندي مثلا شيء سريع عايزه اخس بسرعه اخده، او مثلا انا مثلا عايزه اخده انا وجارتي انا واختي او كده. حلو في كده ان هو بناخده احنا الاثنين وفي نفس الوقت عليه خصم بقى 70% مش 50، وكمان لاول 20 متصل من الحين بنعطيه كمان اوفر زياده كمان زائد المصاريف طبعا الشحن بتكون مجانا. تالت عرض معايا اللي هو عرض بقى الثلاث شهور، ده حلو جدا جدا لفوق الاوزان ال 100 كيلو. عشان في اوزان طبعا بتكون فوق ال 100 كيلو بيبقى محتاجه ان انا اعطيها كرسي زي اكتر طبعا. وده لمده 3 شهور عشان يكفي معاه لمده 3 شهور ويخسر وزنه طبعا، يعني 35 كيلو خلال 3 شهور او اكتر كمان حسب يعني اجتهاده. ده بيكفي لمده 3 شهور وكمان عليه خصم 70% ومصاريف الشحن مجانا. حلو جدا. يعني احنا عندنا النهارده كرسي فردي، كورس فردي للاوزان اللي عايز ينزل مثلا 10 كيلو، او اللي عنده سمنه موضعيه بس محتاجه ان انا انزل له السمنه الموضعيه. العرض الثاني اللي هو الكرسيين الدبل، اللي عايز يخسر مثلا وزن ازيد من كده مثلا في وقت اسرع، مثلا عايز يخسر 10 كيلو دول في وقت اسرع مثلا. ثلاث شهور ده بقى اللي فوق ال 100 كيلو طبعا، ومحتاجه ان انا يبقى معايا شويه مكمل عشان تثبيت الوزن وعشان ابدا ان انا افتت الخلايا الدهنيه وكده. طبعا عايزين نتكلم عن ايش بيسوي الكرسي في جسمنا وايه هي مكوناته عشان كل الناس تفهم. احنا اليوم بنتكلم عن مشكله ثبات الوزن، وهي فعلا مشكله بتواجهنا كلنا بسبب اخطاء احنا مثلا بنعملها، مثلا اتباع نظام غير صحي، او مثلا احنا بنعمل دايت غير مناسب لينا، او مثلا مش الدكتور التغذيه هو اللي معطينا الدايت مثلا واحنا بنتبع نظام يعني احنا مثلا مش عارفينه، مش بنشرب ميه مثلا. يعني مثلا مع الكبسوله مثلا انا محتاجه ان انا اشرب كتير ميه كتير. ممكن نيجي في مره يا دكتور انا قست وزني ولقيت نفسي وزني ثبت، ده بيكون ليه اسباب. بفهم انا بقى الدكتور التغذيه يبدا يفهم انت ما شربتيش ميه، طب انت ما خدتيش الكبسوله في ميعادها، ببدا اعرف ايه المشكله الوجه طبعا. ودي الحاله كده وظيفه المتابعه او اهميه المتابعه. طبعا عشان كده دايما المتابعة. يا جماعه بنقول المتابعه مهمه جدا جدا وانتوا بتاخدوا الكورس، وكمان شركه فيتارم جلوبال عامله لكم المتابعه مجانا. طبعا يعني بالتليفون كل اسبوع او 10 ايام. اكيد طبعا صح كده، كل اسبوع او 10 ايام. اول حاجه الكبسولات دي بتعمل على قفل الشهيه، يعني سد الشهيه. مش معناها ان انا مثلا مش هاكل خالص، لا احنا عايزين نبدا ناخد حيز من المعده. هي بتاخد بس 80% من المعده، و20% دي ببدا اقسم على وجبتي مثلا على النهار. ان انا مثلا لو كتبت لك دايت، انت ممكن هكتب لك دايت مثلا عليه مثلا هاكل الصبح مثلا نص رغيف او بيضه او مش بيضه، عشان مثلا الناس اللي عندها كوليسترول مثلا مع فول او كده، ده الفطار. بعدها بساعتين بحتاج ان انت تاكلي اي حاجه فيها الياف، جزر، خيار، وراه كمان كوبايتين ميه. لا الكبسوله دي بقى ده كده في الدايت، ده في الدايت. ابص الاقي نفسي كلفت نفسي عمال اجيب حاجات بالظبط، اجيب خامات قد كده، اكيد زائد ان انا محجمه نفسي مش عارفه اكل الاكل العادي بتاعي. وكمان غير ان هو ممكن يكون مكلف بالنسبه للناس، ان انا مثلا ممكن اكل ممكن اول اسبوع امشي على الدكتور قال لي عليه، ثاني اسبوع مش معايا تكلفه ان انا امشي على نفس النظام. لكن الكورس ده حلو في حاجه انه في الياف طبيعيه، في اعشاب. الحين الطب اتطور، صار في تقنيات جديده، اصبح ان احنا في الطب وفي التغذيه اصبحنا عارفين ايه هي الاعشاب، ايه هي الالياف اللي بتساعد في امتلاء المعده وشعورك بالشبع، زي البسيليوم بيساعد في الشبع، زي الياف المانجا الافريقي، القهوه الخضراء، كل دي الياف بتعمل تنفش المعده، يبدا ينتج الجهاز الهضمي الانزيمات المسؤوله عن الهضم، وبالتالي يبقى الهضم عندي حلو ومناعه الجسم بيتظبط، بيبدا ان هو يحفظ الجهاز الهضمي. الالياف دي جداً. الالياف دي تبدا تنفش، لازم وراها كوبايتين او ثلاث كوبايات ميه. الميه مهمه جدا خلال الكورس، علشان هي بتاخد وضعها داخل الكبسوله، تاخد وضعها داخل المعده. كمان هيبدا يفتت الخلايا الدهنيه من خلال ان انا مثلا لو انا مثلا جالي مثلا الحاله بتاعتي بتواجه مثلا من سمنه في البطن او الارداف، هي ما عندهاش اي مشكله داخل جسمها غير بس المنطقه المعينه اللي تريد ان هي تنزلها. ابدا انا افهم ان هناك دهون ثلاثيه داخل البطن او الارداف، ابدا اعطيها الكبسوله اللي بتحتوي على الشيبنج للجسم اللي هو نحت القوام، اللي هو بيحتوي على اوراق اللوتس والكورينيوم والكريس، بس محطوط ماده فعاله معينه وبتركيز معين، مش اي حاجه، ده ماده محطوطه بماده فعاله معينه عشان يقدر ان هو ينحت الجسم. يعني الكبسوله هتروح خلاص على المنطقه اللي فيها الدهون، تبدا ايه
تفتت فيها الخلايا، فيبدا الجسم لو انا ما عنديش في الذراعين او كده يبدا تنزل الكبسوله، لا هي موجوده في البطن للدهون، تبدا تفتت الدهون الموجوده. يبقى انا كده عملت شيبنج للجسم. وبعدين العرض اللي معايا اليوم اللي هو 2 كبسولات، في كبسوله لتسد الشهيه وكبسوله اللي تعمل نحت نحت الجسم. حلو جدا، 2 في 1 يعني. 2 في 1 بالظبط. طب ناخد امنيه ونكمل. طيب اوكي. امنيه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا شيف؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي، الحمد لله. بصي يعني انا كنت كلمتكم من فتره وخدت الكورس بصراحه، وكنت متصله النهارده عشان اشكرك واشكر استاذه مريم بجد بجد، ميرسي جدا. ربنا يخليكي يا امنيه. الكورس رائع ونزلت عليه 15 كيلو في اقل من شهر. والله برافو عليكي يا امنيه. الحمد لله، تمام، برافو. في اي حاجه مضايقاكي؟ وبشكر الفريق الطبي لان كلهم بجد ناس محترمه جدا، وكانوا متابعيني طول فتره الكورس وكانوا سبورت ليا جدا. طب الحمد لله. في اي مشاكل ظهرت عندك يا امنيه؟ حاجه بتشتكي منها؟ لا خالص بجد، ميرسي ليكوا جدا يا حبيبتي. سلامي حبيبتي، سلامي امنيه. اسال استاذه مريم. اتفضلي حبيبتي، اتفضلي. والدتي بقى عندها خشونه بس في رجليها، ايه، وعندها ضغط عالي، ايه الكورس اللي ممكن يناسبها؟ طيب تعرفي قديش وزنها؟ وزنها 110. اوكي. وطولها 120، سوري 160. 160؟ وسنها 42. 42 سنة، تمام، ماشي، خلاص. ماشي؟ ماشي حبيبتي، هجاوبك الحين. دلوقتي هي لو هي بتعاني من خشونه طبعا بسبب زياده الوزن، وطبعا وزنها 110 كيلو، طبعا يعني كده احنا لو قسنا معدل كشره يعني كتله الجسم هنلاقي ان هي وزنها معدي طولها بكتير، وبالتالي اثر على خشونه وبالتالي اثر على الضغط. يعني كل ده بسبب الوزن. يعني احنا بمجرد ان في ناس بتعالج من الدهون اللي عندها بتتعالج على طول من الضغط والمشاكل اللي عندها. اول حاجه الكرسي اللي هيناسبها هو كرسي الدبل لمده شهرين، ان هي وزنها 110 كيلو. هحتاج ان انا اعطيها كبسوله سد الشهيه وبعدين تفتيت خلايا الدهون واعمل لها شيبنج للجسم، عشان هي بتعاني اكيد من سمنه يعني في جسمها كله. وهحطيها النقط الموجوده في اليوم الكرسي اللي هي بتعلي معدلات الحرق. لازم اقلل في نسبه الاكل شويه، اللي هو حتى لو انا هاكل وجبتي على فترات نهاريه 3 مرات، عشان ابقى مواظبه على معدل الحرق داخل جسمي ومواظبه ان جسمها شغال حرق، وبالتالي هعللها معدل الحرق بالنقط والاعشاب اللي هتنقي جسمها من السموم وتفضي المياه المحتبسه داخل جسمها. فالكرسي اللي هنسيبها اللي هو كبسولات 2 نقط و2 اعشاب و2 اللي هو كبسولات. الدبل الكرسي، كرسي الدبل اللي هو لمده شهرين. تمام. نتكلم عن كمان، احنا اتكلمنا عن الكبسولات، عايزين بس نفكرها ان الكرسي الدبل ده عليه خصم. عليه خصم طبعا 70%، والاول يعني قلنا 30 متصل بياخد اوفر كمان زياده. نتكلم عن النقط بقى. النقط بتعلي معدلات الحرق وفيها فيتامين، علشان احنا لما نقلل في اكلنا، لو مش وظبت، انا ما اعرفش مثلا ان انت مش هتاكلي خضار او ممكن ما تاكليش فاكهه، وبالتالي انا مش عايزه يحصل لك شهوب او ترهل داخل الجلد او يحصل لك انتفاخات تحت العين. كل ده هياثر من خلال ان انت تقللي شويه في الاكل والفيتامينات. بالتالي انا حاطه فيتامينات، حاطه ماده الكرانتين، الماده دي اللي بتبقى غاليه جدا اثناء العمليات الجراحيه وبيحقنوا بيها الدهون. احنا خدنا الماده حطيناها بتنقل الاحماض الدهنيه في مركز الطاقه، ان انا اقعد طول اليوم بحرق. لازم اعلي معدلات الحرق. وفي ناس بالنسبه لها بيقولوا لها دكتور احنا بيبقى معدل الحرق عندنا قليل عشان احنا ما بنلعبش رياضه. اقول لهم ما لهوش علاقه بالرياضه. هو الرياضه فعلا بتعلي معدلات الحرق، ولكن في الاساس احنا بنقيس معدل الحرق وهو الجسم في سكون. بنقيس معدل التمثيل الغذائي، ومن خلالها بنعرف ان هو عنده يعني معدل حرق قليل. بينتج عنه مثلا خمول في الغدد، عندك انيميا، نقص حديد. احنا بقى انت تبقي عارفه جسمك محتاج ايه، وانا ببدا اعرف من خلال جسمك. مثلا بنسال عن الحاله الصحيه، اعرف من خلال حالتك الصحيه لو انت عندك خمول في الغدد او كده بتعالجي من الدواء الغدد، ابدا اتعامل معاكي. كل ده بقى من خلال الاتصال. طبعا من خلال الاتصال بنتصل وبنقعد نقول انا مثلا بعاني من كذا، وزني كذا، طولي كذا، والفريق الطبي بقى ما شاء الله هو فريق طبي. طبعا الحمد لله على اعلى مستوى يا جماعه. يعني اول حاجه بنسالك فعلا طولك، وزنك، والحاله الصحيه. من خلال الحاله الصحيه ببدا اعطيكي انا الكرسي المناسب ليكي. طبعا لان طبعا في ناس كتير مثلا بتعاني مثلا من السمنه او السمنه الموضعيه او مشكله طبعا ثبات الوزن. من خلالها دكتور التغذيه اللي شاطر فعلا واللي فاهم بيبدا ان هو يستخدم ادواته واسلحته في علاج السمنه دي. يعني انا لازم يبقى في ما بيننا كده اعطيكي طاقه ايجابيه، لازم يبقى في ما بيني وما بينك طاقه ايجابيه عشان تبداي تنزلي في الوزن. طب ناخد ام نوال. ام نوال اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا سيف. ازيك يا ام نوال؟ الحمد لله بخير يا حبيبتي، اهلا بيكي. احنا بنحبك قوي يا سيف، كل الارياف عندنا بتتابعك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، سلمي لي على كل اللي عندك يا ام نوال. ربنا يخليكي يا سيف. ممكن اكلم استاذه مريم؟ اتفضلي معاكي. اتفضلي.
استاذه مريم، انا بنتي تخينه قوي سنها 19 سنه ومش عارفه اعمل لها ايه. 19 سنه وزنها قد ايه وطولها؟ وزنها 98 بس هي قصيره قوي، اصحابها في الدروس بيضايقوها. حبيبتي طيب، يعني هي ما راحتش المدرسه، قعدت سنه ما بتروحش المدرسه ليه؟ عشان خاطر بيضايقوها، لان المفروض اللي في سنها دلوقتي في دورها في الجامعه. طيب طيب، لا لا لا، انا هقول لك دلوقتي حالا علاجها. بس قبل بس ما نتكلم ننوه على التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه يا جماعه، ارقام التليفونات كلها موجوده قدامكم على الشاشه، اتصلوا باي رقم عشان تاخدوا العروض الحلوه بتاعه الكورس النهارده، والفيسبوك كمان اهو هينزل لكم صفحه فيتارم، فيتارم جلوبال بالانجلش وفيتارم جلوبال بالعربي، تقدروا تتواصلوا من خلال الصفحتين على الفيسبوك او التليفونات قدامكم على الشاشه. طبعا وتقدروا كمان تشوفوا شكل المنتج اللي هو الاصلي بتاعنا، عشان طبعا بقى فيه صار فيه تقليد للمنتج، فاحنا عايزين نتاكد ان ده المنتج الاصلي والاوريجينال من خلال الشرنك والكبسولات تبقى عليها الختم بتاعنا والعلامه المائيه، ومن خلال الارقام بس اللي موجوده على بس على الشاشه دي، بس الارقام داخل يعني بتتواصل على طول مع من شركتنا على طول. طبعا نقول ام نوال هي بنتها سنها 19 سنه، طبعا هي عدت سن البلوغ، طبعا ممكن تاخد الكورس عادي، هي وزنها طبعا 98، هتحتاج ان انا اعطيها الكورس الفردي. انا عايز بس انزلها من 98، عايز انزلها مثلا ل 70 او كده، اعطيها الكورس اللي هو الفردي، الكبسولات والنقط والاعشاب اللي عليه اليوم خصم 50% ومصاريف الشحن تكون مجانا على الكورس. هيبدا معاها نتيجه ان الكبسوله تبدا تفتت لها الدهون، تبدا تقفل لها الشهيه شويه، اقلل في نسبه الاكل. حتى لو هي ما بتاكلش كتير، هي ممكن تكون بتاكل وجبتها الاساسيه بالليل، انا عايزاها الصبح، وبالتالي حتى لو انا قدامي وجبه كانت فاست فود او مهما كانت نسبه السعرات الحراريه اللي فيها، انا هقسمها لها على النهار، وبالتالي كبسوله فيها الياف طبيعيه، الالياف دي هتساعد في ان اي سعرات حراريه هتيجي للجسم مش هتمتصه نفس ما كان بيمتصه ايه قبل الكورس. فده المهم في الكورس، ان بعد ما بتخلصي مده الكورس معايا اجي انا اتابع مع الحاله بتاعتي الاقيها ايه ما تخنتش، بسبب ان الجسم خلاص يعني المعده خلاص خدت الحيز بتاعها الصغير، رجعت الحيز بتاع المعده الطبيعي، عليت معدلات الحرق، بدات نقيت الجسم من السموم، فضيت المياه المحتبسه، عليت شويه من الفيتامينات، عالجت الفيتامينات، عالجت الانيميا، كل ده انا عالجته، وبالتالي لما اجي الاقي جسمها حتى بعد مده الكورس الاقي جسمها ثابت. ليش؟ لان مهما كانت بتاكل الجسم ما بقاش يمتص السعرات الحراريه زي ما كان بيمتصها قبل الكورس، وبالتالي عشان كده الكورس بتاعنا بيقضي على الخلايا الدهنيه. يعني بعد ما بتخلصي معايا مده الكورس ما ترجعيش انك تزيدي تاني او انك تزيدي تاني في الوزن زي انظمه الدايت او اي عمليات احنا لجأنا ليها. عشان كده بنقول ان الكورس غير ان هو بيخسس، هو بيثبت كمان، هو بيثبت طبعا بيساعد في ان هو يثبت وزنك، بس طبعا يثبته على الوزن المثالي، مش ثبات الوزن اللي هو انا عندي سمنه، لا الوزن المثالي اللي بعد انا عايزه ينزل طبعا في نهايه المده. اكيد طبعا. ودكتور التغذيه الصح واللي هو منتج الصح والسليم والصحي اللي هو المنتج الامن هو اللي بيقدر فعلا ينزلك وزنك اللي انت عايزاه، وكمان لو اكتر كمان. دي الشطاره، يعني في ناس كتير بتتبع انظمه غذائيه، يعني مش هنقول يعني ان هم بيعطيهم دايت مثلا ويقولوا ان الدايت ده بيجي عند بعد 10 كيلو مثلا الجسم يثبت، لا انا الصراحه بالنسبه لي هي مش المعلومه خاطئه، بس انا بالنسبه لي الدكتور الصح والشاطر هو اللي يخسرك وزنك ازيد من انت كنت عايزاه. بس بقى بادواتك بخبرتك كمان بالكرسي بتاعك المعالج فعلا الصحي اللي هيقدر فعلا يوجهك صح يعني للطريق فعلا انت تخسي فيه صح، وزنك يثبت بعد كده طبعًا. مش اجي الاقي مثلا بعد الشهر او الشهرين اللي هم مده الاقي وزني زاد، ارجع بعد كده الاقي طبعًا نفسي بزيد تاني، لا كمان الكورس كمان في الياف طبيعيه، في فيتامينات عشان ما يحصلكيش اي مضاعفات. حلو جدا. الكورس بيشتغل على الهرمونات المسؤوله عن الدهون، تمام. يعني انا ما بشتغلش ابدا على المخ، ولازم دي اكدها طبعا عشان في ناس كتير بتخاف من ادويه التخسيس. طبعا هو ما بيشتغلش ابدا على اشارات المخ، هو بيشتغل بس على الهرمونات فقط. شكرا يا مريم، شرفتيني حبيبه قلبي. حبيبتي انت كمان شرفتيني، واشكركم على متابعتكم الكريمه، ويلا قوموا دلوقتي اعملوا حاجه حلوه، اعملوا السينابون بالمقادير البسيطه بتاعتنا والتكات الصغنططه اللي حطيناها في العجينه تعجبكم جدا ان شاء الله، وصوروه وابعتوا لي على الصفحه عشان نشوف مين هيفوز بمسابقه التطبيقات، وينورني ويشرفني في البرنامج ان شاء الله. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.